التعصب الرياضي الذي حدث أو الذي يحدث في دول مختلفة حينما تقارنه بلد السعودية يفوق كثيرا. أرأيت المشجع الإنجليزي ماذا يفعل سواء في بلده أو خارجه؟ لا يقارن بما نفعل، هذه واحدة. هل التعصب الرياضي أدى الوفيات؟ لا، عدم قدرتك على إدارة ضغوطك هي المشكلة. مثلا لو طلقت بنتك أو ابنك رسب في امتحان مثلها مثل فريقك يهزم. إذا ليست الأزمة في الرياضة، إن في عدم فهمك لإدارة ضغوطك وانفعالاتك. نعيب الكورة والعيب فينا وما لكورتنا عيب سوانا، هذا بيت شعري لفيته وحطيته على الكورة. نعيب زماننا، قالها ضمن الإمام الشافعي، والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. وكل ما سألت عن شيء أنا أخذ هالبيت وشيل زماننا وحط نعيب جوالاتنا والعيب فينا وما لجوالاتنا عيب سوانا. نعيب أبناءنا والعيب فينا وما لأبنائنا عيب سوانا.